برزازات المدينة الأصيلة التي احتضنت الملتقى الثالث للقرآن الكريم الذي له مكانة عظيمة ومنزلة رفيعة لدى ساكنة ورزازات. وحتى تعطى له العناية اللائقة، قرر المجلس العلمي المحلي للمدينة أن ينظم هذا الملتقى بتنسيق مع المجالس العلمية المحلية لمدينتي زاغورة وتنغير. يشرف المجلس العلمي المحلي لورزازات أن ينظم في هذا اليوم المبارك الملتقى الثالث للقرآن الكريم تحت شعار قول الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. هذا الملتقى ينظم بعد الملتقى الأول والثاني في قصر المؤتمرات بمدينة ورزازات، والملتقى يحضره الكثير من الأئمة والخطباء والوعاظ والمحافظين والمحافظات، وكذلك المستفيدين والمستفيدات من الكتاتيب القرآنية ومن مراكز تجويد القرآن الكريم. وطبعا الهدف من هذه الملتقيات هو إبراز مكانة القرآن الكريم في حياة الأمة. الجلسة العلمية للملتقى الثالث للقرآن الكريم تميزت بإلقاء ثلاثة عروض. العرض الأول طرح موضوع العناية بالقرآن الكريم حفظا وتلاوة وترتيلا. أما العرض الثاني فتطرق إلى فهم القرآن وتدبره، ذلك بأنه مفتاح خشوع الفرد واستحضاره عظمة الخالق وبلوغ أعلى درجات المعرفة واليقين. هذا الموضوع الذي اختير لي من طرف المجلس العلمي المحلي لزاغورة هو التعامل مع القرآن فهما وتدبرا. المشترك العام بين التعامل كثير جدا، هناك التعامل مع كتابة القرآن وحفظه وتلقينه، والموضوع الذي اختير لي هو التعامل معه فهما، كيف نفهم القرآن الكريم وكيف نتدبر به. وإذا أردنا مثلا نتعامل مع القرآن لابد لنا هناك من آليات وأدوات تعيننا على فهم القرآن، وهناك كذلك من طرق وسائل تعيننا كذلك على التدبر في فهم الكتاب. فإذا مثلا حصلنا على مثلا تعاملين معا أمكننا أن نتدبر القرآن ونتفكر فيه، لأنه كتاب الله تعالى المكنون. العرض الذي قدمته بعنوان العناية بالقرآن حفظا وتلاوة، الانطلاق كان من قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وحفظ القرآن في الآية الكريمة كان بتيسير أسبابه، فحفظ في الصدور وحفظ في السطور. العرض الثالث طرح مسألة العمل بالقرآن الكريم وتطبيقه في مناهج الحياة والاحتكام إليه في أمور الدين والدنيا. ولأن القرآن الكريم هو الشفيع يوم القيامة لقارئيه، لذا وجب تعلمه وتعليمه بتسخير كل الجهود لنشر علومه بين الناس والاهتمام بتعليمه لهم على اختلاف أعمارهم. القرآن الكريم كتاب هداية بالقصد الأول، ولهذا فإن الرسالة القرآن الكريم هي رسالة لهذا الإنسان من أجل إخراجه من ظلمات الجهل والوهم وظلمات الأنانيات إلى نور الهداية بكل أشكالها وبكل أنواعها. وقد ركزت في حديثي حول بعض المداخل القرآنية لتغيير الإنسان إلى الصواب ورفعه وربطه بالهدي الرباني وبالسماء رقيا ورشدا. في ختام هذا الملتقى رفعت برقية الولاء والإخلاص للسدة العالية بالله أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.